لسه صغيرة وحلوة ونفسها طويل وتقدر تعمل أي حاجة في الدنيا تخليها نمبر ون في مجالها. هتعتزل الرقص خلاص وتفتح مطعم وتبقى شيف عالمية على أرض مصرية برضو. أول رد من سوفينار على اعتزالها الرقص. شكل سوفينار كده ليها رأي تاني بخصوص الكلام على اعتزالها. تعالوا بينا نعرف إيه اللي حصل معاها وإزاي هتغير المهنة، وهل فعلا ناوية تعتزل الرقص ولا إيه الحكاية؟ يلا بينا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. ما تحلموش، أنا عمري ما اعتزل الرقص أبداً. أنا لسه صغيرة وحلوة وحياتي لما تنتهي هتكون وأنا على المسرح. ده كان رد سوفينار على اللي انتشر الساعات اللي فاتت بخصوص إنها هتسيب الرقص خالص وتفكر بقى في مشروع تاني، وشكله كده هيكون الطبخ وهتكون شيف عظيمة. سوفينار أكدت إن الكلام ده عمره ما هيحصل، وقالت مين الكذابة اللي طلعت الكلام ده، نفسي أعرفها. واتضح إنه اتقال يوم كذبة إبريل. سوفينار قالت إنها فكرت 1000 مرة قبل ما تطلع وتقول لكل جمهورها وحبايبها اللي بيتابعوها الكلام ده، بس قررت اعتزال الرقص نهائياً من اللحظة دي لعدة أسباب، أهمهم إن حقيقي السوق لم. وأكدت إنها تعلمت الرقص علشان تقدم فن حقيقي لجمهورها، وتعلمت أصول المهنة على إيد ناس كبيرة مش أي كلام. لكنها الفترة اللي فاتت لاحظت إن كل من هب ودب بيخرج يرقص ويعمل مشاهدات وترندات وفلوس، وبقت شغلانة هز وسط مش رقص شرقي أو غربي لأصول ومعايير. وبعدها قالت علشان كده قررت أغير المجال تماماً، لكن هطل عليكم من خلال برنامج طهي جديد هقدم لكم من خلاله وصفات طبخ وحلويات ما حصلتش، هتاكلوا صوابعكم وراها زي ما بيقول المصريين. وظهرت في فيديو هي لابسة ملابس شيف وبتعمل كحك العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك. لكن بعد كل الكلام ده عرفنا ان دي كذبة إبريل ومفيش حاجة من الكلام ده حصلت. وسوفينار خرجت ونفت كل الكلام ده وقالت اي اخبار تاخدوها مني ومن خلال صفحتي على فيسبوك وبس، او الحساب الرسمي بتاعي على انستجرام. سوفينار لما اتسألت قبل كده لو جوزك قالك اعتزلي هتوافقي ولا لأ، وكان ردها انها محتاجة تشبع رأس، انها لسه ما شبعتش رأس وعشان كده مصممة تكمل رأس عادي. ودي كانت اجابة سؤال لو جوزك طلب منك تعتزل الرأس خالص هتعملي ايه؟ كمان سوفينار اكدت انها دلوقتي الراقصة الاغلى اجرا في العالم كله، وده علشان هي شاطرة والناس بتحبها. طلع كلام على سوفينار قبل كده وانتشر على السوشيال ميديا انها ارتبطت بوزير اعلام عربي، لكنها طلعت ونفت كل الكلام ده واكدت ان سكرتيره الخاص هو اللي كان بيتردد عليها لمدة سنة تقريبا، وكان بيبعت لها معاه هدايا كمان، وكل الكلام اللي طلع انها اتجوزته كان اي كلام وخلاص. سوفينار اتكلمت عن الرجاله اللي اتجوزتهم قبل كده وقالت ما حدش من اللي انا اتجوزتهم حبيته، وكمان قالت انها هتعرف تربي بناتها، ومش معنى انها راقصه يبقى مش هتعرف تربي بناتها، لكنها ممكن تربي اطفال احسن من غيرها، وانها مش حابه ان بنتها تطلع راقصه. اكدت كمان انها اسعد اوقات حياتها لما بتكون بترقص والجمهور بيتفاعل معاها ويحب يتفرج عليها، عشان كده هي لسه قدامها كتير تقدمه في الفن والرقص. قولوا لنا بقى رأيكم ايه في كلام سوفينار عن اعتزال الرقص، وهل فعلا ممكن تفكر في يوم تعمل كده وتشتغل شيف، ولا خلاص هي هتفضل دي مهنة لحد ما يحين الأجل؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.